فاطين، فاطين حاف كده. هو فاطين ده ايه، بيلعب معاك الاولى في الشارع ولا ايه؟ انا هنا الاستاذ فاطين المحامي، احنا في المحكمه هنا. ماشي يا استاذ فاطين، ممكن تفهمني بقى انت ملبسني كده ليه؟ هو انت يا قطر مش كنت هتموتي وتشوف خطيبك وجوز المستقبل بتاعك ان شاء الله وهو بيترفع وبيزنزل في المحكمه؟ ها، وعشان خاطري يا فاطين والنبي يا فاطين يا حبيبي والكلام الفارغ ده. ايوه بس برضو انت ملبسني كده ليه يا حبيبي؟ برضو تاني هتقول لي يا حبيبي؟ ده انا محضر لك مفاجاه. عايز تسال المدعي الاستاذ دياصتي او تستفسر عن حاجه يا استاذ فاطين؟ استفسر؟ ده انا هستفسر واستفسر واستفسر، وانا جاي هنا حضرتك غير علشان الاستاذ دياصتي. اتفضل استفسر واستفسر واستفسر. الاستاذ دياصتي، اولا حضرتك يعني شايفني كويس؟ طبعا شايفك كويس. حلو قوي. طب انا بقى ذكر ولا انثى؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ؟ خليك في صلب القضيه يا استاذ فاطين. ما هو ده صلب القضيه يا فندم. خلاص جاوبه يا استاذ، خلينا نخلص. حضرتك ذكر. حلو قوي. وحضرتك انت بتقول ايه؟ خليك في صلب القضيه يا استاذ. والله العظيم في صلب القضيه. خلاص يا استاذ معلش جاوبه. انا ذكر ومظبوط في البطاقه. طب الحمد لله. اثبت عندك يا فندم ان المدعي الاستاذ دياصتي عاقل وراشد ويستطيع التمييز وكمان نظره سليم. وستة على ستة كمان. ربنا يزيدك. عايز توصل ليه يا استاذ فاطين؟ ومن غير رغي وبسرعه لو سمحت. يا فندم اللي انا عايز اقوله ان مفيش حد بيدي حد تاني فلوس ويمضي على ايصالات امانه غير لما يكون شافه وعارفه كويس. مظبوط؟ قصدك ايه؟ انا بقى حضرتك بطالب الاستاذ دياصتي اللي قاعد معانا دلوقتي انه يطلع المدعي عليها صابرين اللي مضت له على ايصالات الامانه من بين الحضور. طلعها يا استاذ دياصتي. حاضر يا سياده القاضي. هي دي يا سياده القاضي. لو سمحتي ارفعي النقاب. هي دي يا استاذ دياصتي متاكد؟ الا متاكد. ايوه متاكد، ده انا نظري 6 على 6. اثبت عندك يا فندم. الأنسة دي تبقى قطر الندى عزوز خطيبتي، وادي البطاقة يا فندم بتاعتها. أما بقى المدعي عليها السيدة صابرين فهي اللي قاعدة ورا قطر الندى. وادي يا فندم البطاقة بتاعتها كمان. يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. الله ينور يا أستاذ فاطين. شكرا يا أبو سامر. بس كده أنت وهو. كده يا فاطين؟ دي آخرتها بتستغلني؟ سكوت في القاعة. الله، سكوت يا أنسة. ايه رأيك يا أستاذ دياصتي؟ خلاص يا سيادة القاضي، أنا متنازل عن القضية. رد عليا يا فاطين، أنا إيه بالنسبة لك؟ دمية بتلعب بيها؟ طب أنا عايز البطاقة بتاعتي. بس بس بقول سكوت يا أنسة. الله، ما سكتها يا أستاذ فاطين، هي مش خطيبتك؟ لا. إيه؟ قصدي ما تسكتي بقى يا قطر، اسكتي، هنكسب القضية وهنبقى في البسبوسة. حكمت المحكمة برفض الدعوة وإلزام المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة وإعادة التحقيقات من جديد في النيابة العامة لوجود شبهة في تلفيق التهمة للمدعي عليها. مع حبس الآنسة قطر عزوز السيد 24 ساعة. رفعت الجلسة. يا لهوي. يا العدل. أنت متأكد يا ملقط اللي أنت شفته هو اللي في التصويرة ديت؟ بقول لك هو يا صلقط، هو يا جدع، بس ده بنضارة، أنا شايفه بعينيا دول اللي هياكلهم الدود وهو داخل المحكمة. على فكرة دي هتبقى أسهل عملية عملناها، عملية خالصة مخلصة، فلوسها مضمونة وملهاش لبس بالحكومة خالص. أهو أهو. هديك شفتني قطر وأنا بترافع. أدي آخرة الرغي. هات البطاقة، هات البطاقة. إيه بتاع التموين هي؟ طب يلا بينا بسرعة. اتحرك، مستني إيه؟ يلا بتحرك أهو. يلا يا جدع. حيوان يا اللي المفروض تسوق حماره مش عربيه. انتوا عارفين قانون المرور بيقول ايه؟ الماده رقم 1 من المبادئ العامه تنص على ان لسائق المركبات ليس الشارع ملكك وحدك، وانه لا يجب التوقف فجاه غير في الاماكن المخصصه لذلك. جامد ولسانك طويل. جامد ولسانك طويل. بقول لك ايه، اقسم بالله احبسك، انت مش هتبقى اغلب من خطيبتي. ها، الماده رقم 13 بتقول يا عم. لا 13 ولا 14. طب الماده 15 بتقول 15 ولا 17؟ شيلوا معايا الصراحه.
الصاروخ ايه؟ ايه ده؟ ده خطف بالاكراه. قانون يا نوتس على عينيه. انا عارف مين اللي مأجركم. عربيتي اقول لك ايه؟ انا عارفكم كويس وقتم غام. بقى سكتوا يا بلغت انت. سكتوا علي يا حاضر. يلا يا صالح مستنيين. يلا يا هلا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا دي النور يا دي النور. هحضر الغدا عبال ما فاطين وقطر يجوا من المحكمه. يا ريت يا ست غاليه لحسن الواحد على لحم بطن والله عزوز. والله الواحد شبعان الحمد لله. المهم يا غاليه عودي، هي بنتي ايه اللي مودياها المحكمه؟ كانت شبطانه وعايزه تشوف فاطين وهو بيترافع. ما هي قايله لابوها يا شاطر. يعني ما قلتليش يا عزوز؟ انا لا، ما انا كنت ما قلتش والله عشان اصل لك رؤى. حاضر. المهم يا غاليه، فلوس الشبكه اللي احنا هننزل نشتريها جاهزه ولا محتاجه فلوس؟ جاهزين يا اختي، 5000 جنيه. هو انا عندي اغلى من فاطين ابني؟ 5000 ايه؟ لا يا حبيبتي، ده انا بنت اصول وما تشبكش باقل من الماس. على قدهم يا اختي، وبعدين لو قطر طلبت عيني ليها ان شاء الله حتى بعلها الارض البحريه بتاعتي. خلاص يا ست غاليه، مفيش بتاع الكلام ده، احنا بنشتري راجل. خلاص يا حبه عيني، الراجل يدفع. الراجل يدفع صح. اقصر الشر يا شهر، خلي العيال تفرح. خلي ابنك انت بحبح ايديه شويه، هرد على التليفون وارقلك. الو. ايوه يا اخويا، احنا اللي عاملين الاعلان. لقيتوه؟ لقيتوا شوي؟ ليكوا الحلاوة، ليكوا كل اللي انتوا عايزين. مستنياك يا اخويا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. خير يا ست غالية؟ سامعك بتزغرطي، حصلت حاجة وحشة؟ ابني شوي اللي كان تايه وهو صغير، لا اقول الحمد لله. وصل يا حاجة. ابني ابني حبيبي. ابني ضنايا حبيبي. عين امك يا ابني. تعالى حبيبي، انا يا قلبي من جوه. حبيبي حبيبي يا ضنايا حبيبي. مالك يا ضنايا؟ مالك يا حبيبي؟ هو ماله يا اخوي؟ ما تقلقيش علي يا حاجه، اصل المشوار كان طويل. ايدك بقى، ايدك بقى على المكافاه. عينيا عينيا، كل اللي طلبته اهو. مبروك يا حاجه. السلام عليكم. الله يبارك فيك. عين امك يا ضنايا. يا امك انا اتبهدلت قوي يا امك. خلاص بعد النهارده مفيش بهدله، رجعت لحضن امك يا حبيبي. انا فين؟ وايه الناس دي يما؟ دول جيراننا وحبايبنا فرحانين برجوعك، ودلوقتي فاطين اخوك يجي وهيفرح قوي برجوعك. كلنا فرحانين بيك يا شوقي يا ابني. شوقي ايه يا عم عزوز؟ في انت كمان مالك؟ بسم الله ما شاء الله، لسه فاكرني يا حبيبي؟ فاكر ايه؟ فاكر ايه بس يا عم عزوز؟ في ايه يا اخوانا مالكم؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ انتوا مش عارفيني؟ انا فاطين، فاطين ابنك يما. فاطين ابني؟ يا مصيبتي. ايوه يا اما، ايه فاطين ابنك يا مصيبتك دي؟ ايه ده؟ انتوا ايه هتولولوا عليا ولا ايه؟ انا مين؟ انا مين اللي جابني هنا؟ انا اخر حاجه فاكرها يما ايوه العربيه وصلقت وملقت اللي خطفوني. وفين هدوم انا؟ خطفوك؟ ده انا اديتهم فلوس الشبكه. يا لهوي. اما 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 لما انت فاطين، الفيلم الهندي اللي انت عامله ده فين بنتي؟ بنتك النحس محبوسه دلوقتي في الحجز. اسكتي بقى. بنتك في الحجز؟ يا لهوي.
مش خلاص بقى كده يا باشا؟ لسه يا ميشو، هم خدوا صحيفه الحاله الجنائيه وراحوا على البحث الجنائي يكشفوا عليك. وحلني بقى، انت تخلص شويه الشاي دول وتخش تستنى في الحجز لحد ما يطلع التقرير. طب ليه بقى حجز؟ ما احنا هنا حلوين يا باشا. يا باشا انا ماليش فيه يا باشا. اقف اسمعني، الله يسترك والنبي، انتوا دخلتوا عليا الشقه كنت بظبط السخن والساقع بتاع السخان، دخلتوا عليا وانا في السخن والدنيا كسرت ولا قلت اقلع هدومي، مش كده يا بنات؟ كده. اسكت يا امشي قدامي. طب يا باشا اغير هدومي، منظري مش حلو قدام البنات، مش كده يا بنات؟ كده. انا مش قلت اسكت وامشي قدامي؟ يلا اتلص انت وهي هنا، اتلص اتلص، اثبت شد مكانك. يلا التركي، فوزي التركي، اسأل عليا من المعصرة لدار السلام جوه وبره وكورنيش النيل كله. وبعدين ما تجيب سيجارة، انت هتقف تتفرج علينا كده ببلاش. سلام. ايوه معلش، هي اخر واحدة بقى بتقل عليك. تسلم. يلا يا ميشو. مع السلامة يا ميشو. انت قاعد رجولة ولا بحب الرجولة؟ اسمعي يا مهشيكة من نجليها، لما حد جوه يسألك كنتوا في الشقة بتعملوا ايه هتقولوا؟ عشان السخن والبارد. اموت فيك يا اسمر انت يا سخن. وش يا اخويا على السخان؟ بابا راح يا عم تكفيني على وشنا. الله صباح الفل يا رجالة. والامور بقى جايه ادب ولا صدار؟ لا تمريض يا رحمة، عشان اعلم عليك واديك رزتين بس. خلاص يا رجاله خلاص، عندي حالك انت يا عمو. تيجي شوف في حاجه يا عر حبيبي. اه من سلقط لملقط لنطاط الحيط يا قلبي لا تحزن. روق يا ابني روق بس، خد اشرب شوية ليمون روق دمك. فداك يا ابني فلوس الدنيا كلها. أنا بس كل اللي حاسس في نفسي أخوك شوق، قلت خلاص رجع وهنتجمع من تاني. باني علينا منظورين يا فاطين يا ابني. قصدك منحوسين يمه؟ منحوسين هي، ما فيش غيرها البت قطر الندى دي، فقريت أبوها وجايلنا إحنا بقى علشان تفقرنا، ناقصها هي. ما تظلمهاش يا فاطين، البت غلبانة وبتحبك. غلبانة؟ اسكتي يا غالية اسكتي، انت فاهمة حاجة؟ ده انت اللي غلبانة. أول مرة أشوفها فيها العجلة تنسرق، يوم قراية الفاتحة العربية تنسرق، يوم الشبكة فلوس الشبكة تضيع ويلهفوها سلقط وملقط. هو في كده؟ في كده؟ برضك غلبانة، إنما اللي تزغت في قلبها أمها هي سبب كل البلاوي، ما بتقعدش في مكان إلا ما بتفقره. بقول لك إيه يا ابني؟ يلا نروح لقطر في الحاجز، دي برضه خطيبتك. برضه مش رايح يا امه، والجوازه بقى دي مش لازماني. عشان خاطر يا ابني عايزين نفرح، ولا عايزني اموت بحسرتي قبل ما افرح بيك؟ بعد شر عليك يا غاليه. حاضر هقوم بقى وربنا يستر. الا صحيح، فين العربيه؟ مش مركونه تحت ليه؟ العربيه؟ يا نهار اسود، دي العربيه في الشارع عند المحكمه يا امه. شفتي؟ علشان جبنا بس سيره الغلبانه بتاعتك. يلا ادخلي البسي بقى كده علشان نروح نلحق العربيه قبل ما تضيع هي كمان وتبقى كملت. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ منظورين والنبي منظورين. لما انت ما قلتليش بقى انت بتشتغل مع مين؟ بشتغل مع اللي قدرني. وايه اللي حدفك علينا هنا؟ الدنيا. انما انت سموك التركي ليه؟ اصلي بموت في التراكم، بينضفوا كده وبيبرقوا من غير ما يستحموا. يا سلام، تعرف مهند ونور؟ مين؟ انا شغلي كله ما بين تركيا ولبنان، عشان كده تلاقيني بموت في الموزز وعزهم زي عينيا. ما هو باين يا تركي، عشان كده جابوك لحد هنا بالملايه. لا ما انت ما قلتليش بقى انت خارج امتى؟ يمكن بالليل. عايز حاجه من بره؟ لا، انا هياخدوني النيابه، هياخدوا مني كلمتين ويمشوني، ولو ما مشونيش يا سلام لو يحجزوني في زنزانه واحده مع الموزز اللي جيت معاهم. اخ بتكلم بجد؟ مش كلام بورش وماله ازايز ورغي على الفاضي. يا عم الراجل اللي انا شغال معاه تقيل قوي، مش هيسيبني مرمي، فهيظبطني ويطلعني على طول. انت لو عوزت اي حاجه ابقى عدي عليا، وبعون الله
اعمل معاك الواجب والصح كله. يا ده انت الرجول الرسوم على وشك. ماشي يا تركي. خلاص اطمنتم عليها؟ يلا يا انسه قطر قدامي عن حاجه. اخص عليك. اخص عليك يا وائل يا واطي يا ليل القصر. اخونك العيش والمال وكشري ابو سمير. ده حكم محكمه يا عم عزوز. يلا قدامي. عسكري وائل. تمام يا فندم. اطلع بره. يعني وديها على الحجز حضرتك؟ اطلع بره. بره يا وائل. ماشي. ما انت الظابط. فرق تعليم. ما تقلقوش يا جماعه، هي هتفضل هنا في مكتبي لحد الصبح لان ده حكم محكمه. يعني خلاص مش هخش الحجز؟ لا لا يا نسا قطر ما تخافيش. ربنا ما يوقعك في ديه ولا يحبسك وليه. الصراحه انا مش عارف اقول لك ايه يا سياده المقدم. نضال حبيب عبد ربه. ما تقولش حاجه يا استاذ عزوز، انا هسيبكم براحتكم شويه بعد اذنكم. مع السلامه. انا هكلم بسناني بس لما نروح عشان تبطلي تخرجي مع الهايف ده من ورايا. ايه يا مالك شويه؟ ما اقصدش ازعلك والله. البنت اصل اعصابها تعبانه كفايه انا. ما هو كله يا اخويا من فاطين بتاعك ده. الهي وانت جاهل يا رب. الهي ايه؟ فاطين؟ كملي يا حماتي. الهي ايه؟ كملي يا مؤدبه. ايه اللي جاب الكائن ده هنا؟ تعرف لو ما خرجش بره انا هعمل فيك ايه؟ ما تتهدي بقى يا وليه. هو في ايه؟ كله شخط ونط. افصلي بقى شويه. مش هفصل يا حبيبتي، ما هو كله من عمايل ابنك. انا يحبس بنتي؟ لا مش هو اللي حبسها. مش قصدي والله. انا قصدي يعني ان هي عملت مشكله في المحكمه فالقاضي هو اللي حبسها. قول لها يا عم عزوز، قول لها يا متربيه. وانت يا اخويا لسه بتدافع عنه؟ لا خالص. انت اصلا ايه اللي جابك هنا؟ جاي لخطيبتي حبيبتي علشان اصالحها، وجايب لها هديه بوكيه ورد ب 27 جنيه ونص عشان تعرف قد ايه انا بحبها وبموت فيها. بجد يا فاطين؟ بجد ب 27 جنيه ونص؟ اخرس يا بنت. ايه جاي تبلفنا بكلمتين ووردتين؟ خلاص يا حبتين امك. بح اتبخرت. مش هجوز البنت. ليه يا اختي؟ هتخلي ليها ولا ايه؟ ايوه يا غاليه هخلي لها يا عينيا. وانا بقى بحب المخلل، بموت في الترشي وخصوصا البدنجان الاسود. حبيبي يا فاطين. حبيبتي يا فقر، قصدي يا قطر. خلاص بقى عايزين نخلل العيال، قصدي نفرح العيال. عشان كده انا بقول نعمل لهم الفرح ونكتب الكتاب والدخله في ليله واحده. ايه رايكم؟ ربنا يستر. لا بقول لك ايه، ده مكان اكل عيش والكل عمال يامرز عليكي. وانت عايز مننا ايه يا سمكه؟ انا قاعده في حالي اهو. ميشو بقاله يومين غايب وانا ما اعرفش حاجه عنه، واللي هيذلك عليه الطبي. فانت بالصلاه على النبي كده تسمعيني رنه خطوتك عزف منفرد وتقومي تروحي للطبي. فين الطبي ده؟ انا السبب، انا اللي ضيعتك يا بندو، انا اللي ضيعتك. ازيك يا عم طب؟
عشان عاوز اطمن على ميشو هو مش هنا؟ ميشو وفين ميشو؟ الوحيد اللي كان بيسأل عليا. الدنيا بقت خراب من بعده. هو حضرتك تقرب لميشو عم تبجي؟ ميشو ميشو دم اللي ما خلفتوش. أول يوم شفته فيه وأنا قلبي ارتاح له، قلبه مليان حنية، بس الدنيا غدارة طعمها في لسانه زي العلام، عشان كده أنت عايز ميشو فيه يا بنتي؟ لا أبداً، أنا كنت جاية عشان أطمن عليه عشان بقاله كذا يوم يعني ما ظهرش، وكان موعد أبويا إنه هيجيله وكده. مش عارف يوم ظابط أمن الدولة ما جه وخده، مش عارف هو فين. يوم سبتي وخدوه ليه؟ حرام عليهم، وكان بس عمل لهم ايه؟ والنبي يا رب تستر معاهم، النبي يا رب لك لحبيبك، النبي يا رب لك حبيبتك استر معاها يا رب. ميشو الحاو افراج يا حاو. سلام يا رجاله. سلام يا ميشو. حاوي هنتقابل. طير يا حمام. يلا حاو. مبروك يا ميشو. ميشو لما عوزك هبقى ابعتلك، ولما ابعتلك تيجي على طول عشان ما ازعلش منك. خد بالك انا زعلي وحش قوي. يلا. تسلم ايدك يا دنيا بنتي. في كده؟ في ملوخيه بالحلاوه دي؟ الله العظيم يا دنيا بقالي يجي 20 سنه ما دقت اكل بالحلاوه دي. الف هنا وشفا يا عم طبقي. انا همشي انا بقى. السلامه يا بنت، خلي بالك من نفسك. عم طبقي مش الحاوي راجع. عم طبقي هو فين يا واد؟ مساء الفل يا طبقي. الحمد لله على السلامه يا ميشو. والله انت ابن حلال مصفي، بنت دنيا دي طبخها زي العسل. انت جيت هنا ازاي؟ وايه اللي جابك من اصل؟ ما هو انا لما لقيتك غبت يا ميشو قلت اجي عشان اطمن عليك يعني واشوفك انت. بس بقى جرى يا ميشو، البت بتطمن عليك فيها الخير. بتطمن عليا ليه؟ هي من بيت اهلي. يلا يا بت امشي روحي كده. يا ميشو انا اللي غلطانه. ماشي يا ميشو، انا اللي استاهل ضرب الجزمه عشان كده انا وسالت عليك، ومن النهارده مش هتشوف وشي تاني. يا دنيا يا بنت عشان جرى يا ميشو. عيب كده يا اخي، البت بتحبك واستقصت على المكان لحد ما عرفته وجت تشوفك. بقول لك ايه يا طبقي؟ انا مش شايف قصادي. اه وجعانه. عشان خاطر يا ميشو، عشان خاطر اطيها بكلمتين وتعالى نام براحتك. يا ميشو عشان خاطر عمك الطبقي، بنت غلبانه ونفسها حلو في الطبيخ. انا يتقال لي امشي روحي. ماشي ليك حق، ليك حق يمرضني اكتر من كده وزياده كمان. استني يا بنت، انت يا هطله ام مخ طاقي. انت عايز ايه؟ ممكن بقى تتهدي شويه وتقفي عشان عايز اتكلم معاكي؟ هو في كلام يتقال بعد اللي اتقال ده؟ ولعلمك يا ميشو لو كنت فاكرني ان انا رمايه، انا مش رمايه، انا زي القمر وزي الفل اهو، يكش بس بختي هو اللي مايل. ما خلاص يا بنت. لا مش خلاص، وما تقوليش يا بنت. ولعلمك يا ميشو لو ما كنتش تتعامل معايا كويس والله العظيم انت. ما خلاص بقى ولا امشي؟ لا تمشي. ده ايه؟ انا ما صدقت لقيتك. يبقى خلاص تتنقلي تمشي قدامي ومن غير كلام. حاضر، بس تسامحني الاول. صفوت نصار مش ناوي ينسى قديمه، لسه قلب اسود وشايل ومعبي مني. ما هو اللي انت عملته فيه زمان يا عنتر ما يتنسيش يا راجل. ده انت خليته هج وساب البلد. بس صباحه بقى يا عنتر، كل ده عدى وراح لحاله. لا صفوت مش ناوي يعديها، عايز يذلني. طلب 2 مليون عشان البضاعه تدخل، وهو عارف ومتاكد ان انا ما عنديش سيوله. ولا حتى تقدر تلمهم من هنا لبكره الصبح. انا قصدي صباحه بقى يا عنتر، الشحنه تكون وصلت وكله يبقى في الالاكوتا. لا يا رشدي، ده انا هدها اجيب عليها واطيها. انا شقى عمري في الشحنه دي 50 مليون، يعني واكل حقي يا ناوي على موتي. اه صدق بالله انا لو معايا سيوله ما اتاخر عنك ابدا. بس انا مش عارف، مش عارف صفوت بيعمل كده ليه. كلمه يا رشدي، قول له البطاقه تدخل ونتحاسب بعدين. اكلمه بس على الله يرد. الو الباشا الكبير.
زي ساعتك يا صفوت باشا. حاضر حاضر، عارف انك مشغول والله. انا اخويا عنتر معايا كان بيطلب من سعادتك الشحنه تدخل وانت تضمنها، ولما الشحنه يتصرف فيها يسدد لك اللي انت عايزه. قلت ايه بيه؟ من غير رغي يا رشدي، 2 مليون بكره الصبح يبقوا عند حمدي. مفيش، يبقى يحط في الارض ويتصرف ويدخل هو الشحن. كلام خلص. ماشي ماشي يا صفوت، بس انا برضو لحم مر وليه عديله عديل ومش هبقي على حاجه. فضفض يا ميشو، فضفض، انا عاوز اسمعك. لو فضفضت ممكن تسيبيني وتمشي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فضفض وزيح، انت حتى كتر الهم غم وسالنا. انا زيك برضه يا دنيا بالظبط، بختي مايل طول عمري من يوم ما القطر جابني الدنيا دي غصب عني، وانا فرشيت الارض وغطايا السما، قعدت كتير عيط وانا باصص للسما مش فاهم ولا عارف هي الدنيا بتعمل فيا كده ليه. ساعات بحس ان ميه النيل دي دموعي، ولما كبرت شويه وشفت الدنيا على حقيقتها كنت ببص للعربيات النظيفه اللي بيركبوها البهوات اللي بيحط ريحه من الغاليه دي، كنت اشم الريحه دي ادوخ اقول لنفسي انا ليه ما طلعتش زيهم، وابص للسما واقول يا رب. انت عارفه يا بنت الدنيا انا امتى هستريح؟ لما هوصل للجنه. بعد الشر عليك يا ميشو. شر ايه يا بنت يا هبله؟ هي الجنه شر؟ لا مش شر، بس الواحد ولا الواحده هيدخلوا الجنه ازاي؟ مش لازم يموتوا وبعد كده ربنا يرحمهم برحمته وبعد كده يدخلهم الجنه؟ الله، واحنا لازم نموت عشان ندخل الجنه؟ ما ينفعش ندخلها واحنا صاحيين؟ لا ما ينفعش خالص. لا ينفع يا دنيا، انت بس اللي ما تعرفيش ان في جنه على الارض، جنه الدنيا في ناس كتير قوي عايشين فيها مستريحين وما بيشيلوش الهم، واللي بيطلبوه بيحصل. لما بيناموا تبقى عينيهم الاثنين مغمضه. ايه بس اللي انت بتقوله ده يا ميشو؟ هو في جنه على الارض اللي احنا عايشين فيها دي؟ موجوده، بس محتاجه فلوس، فلوس كتير قوي يا دنيا. اول ما هيبقى معايا الفلوس دي ساعتها بس هستريح واعمل معاكي احلى واجب، هدخلك الجنه بتاعتي. عشان انت بنت جدعه دنيا، بنت حلال، والدنيا ظلماكي زي حالاتي. عارف يا ميشو، انا اول مره من يوم ما عرفتك اخاف من كلامك كده قوي. قصدك اول مره تشوفيني من جوه؟ اصلي من جوه متشرح من النوم على الارصفه والجري من المخبرين ليل نهار والبيات من غير عشاء. ميشو، هو البوليس قبض عليك ليه؟ عشان اللي زيي هم اللي البوليس بيقبض عليهم. ليه يا ميشو؟ انت بتشتغل ايه؟ شغلانه خطره في عالم غريب، اللي يدخله ما يعرفش يخرج منه، مش بإرادتي ولا باختياري، غصب عني لقيت نفسي جواه. ليل ما بيطلعلهوش نهار، تعيشي فيه زي الديابة، عينيكي في وسط راسك زي التعالب، ما تناميش أبدا، ولو نمتي تبقى عينيكي مفتوحة لعبة ودايرة متقفلة ما تعرفيش تخرجي منها. نفسي اخرج بقى اشم نفسي وامسك النجوم بايديا، بس الدنيا يا دنيا مش سايباني في حالي. شفتي مش قلتلك بلاش افضفض احسن؟ معلش اتاخرت عليك، لحسن كنت بتفق مع بتوع الفراشه عشان فرحي بقى عقبال عندك انضل باشا. الف مبروك يا استاذ فطين، والله فرحت لك. مين العروسه بقى؟ واحده كده. ما علينا، انا بحثت في الكلام اللي انت قلته لي بخصوص درغام وشله بتاع الطرق اللي معاه. حلو قوي، وصلت لايه؟ وصلت انهم واخدين راحتهم وبيبلطجوا زي ما هم عايزين، لان مفيش حد واقف لهم، وكمان مسنودين من عضو مجلس الشعب بتاع الجزيره. مظبوط يا حضره المقدم، مظبوط. اصلك انت ما شفتهمش ساعه الانتخابات يا مؤمن، دول حبسوني يومين في الشقه من غير لا اكل ولا شرب عشان كنت بس بوعي الناس. الحاجه الاهم ان مفيش ولا بلاغ ضدهم. الناس خايفه انضل باشا وملهيين ورا لقمه العيش. ومعلش بقى في الكلام اللي انا هقوله لك ده،
اللي كانوا قبلك كانوا عايشين في البليلة مقضيينها في المهلبية، وانا ما قلت وهم سدين ودانهم وعاميين عينيهم. بس عامل ايه؟ القانون محتاج جنبه قوة تحميه. وانا قررت انفذ القانون واخلص اهل الجزيرة كلهم من درغان. هو ده الكلام. وطي صوتك. هو ده الكلام يا الباشا. عندك خطة ولا غششك خطة؟ وطي صوتك علشان القهوة ليها ودان. قهوة تيلي ليها ودان؟ فنجان القهوة ده. حط فنجان هنا بتاعك. انا هستغل عنصر المفاجأة وهاجم على المكان اللي بيتوه فيه. بس خلي بالك يا باشا، دول مسلحين واكيد عاملين استعداداتهم، يعني ممكن في لحظة ينشوك في كعب رجلك زي اخيل في برادبت كده برصاصة تجيب اجلك. ايه رأي سعادتك في اللي يخليك تقبض عليهم واحد واحد زي الفران؟ زي الفران ازاي؟ تعال. انا هعزم درغام ورجالته عندي على الفرح، ويكون بقى سعادتك عامل ليهم كمين مستخبي في الدورة كده، انت وعساكرك ورشاشاتك ومسدساتك، اول ما هم يجوا هوب تهجم عليهم وتقبض عليهم كلهم. حلو قوي الكلام ده، وهاخد اشارة الهجوم اول ما يكتملوا كلهم منك انت. رقبتي في ده مصر يا باشا، والاشارة هتبقى اول ما شرب فقر الندى قصدي قطر الندى عروستي من الشربات. صباح الفل يا توجي. صباح ميشو. فين سيجارة؟ لا انا عايز سيجارة. فين السجاير بتاعك؟ ما تدورش عليها. هيك امال الواد بندق فين؟ ما بانش من ليلة امبارح يعني. بروح لصاحب خرزانة اشوفه عايز ايه. استنى يا توجي. ايه توك مالك في ايه؟ اتنفضت كده كأن في كهربا مسكتك. مفيش، اصل صبح خرزانة من ساعة ما فين بندق يا توكي؟ بندق خلاص. خلاص يعني ايه؟ خلاص يعني خلاص. راح للي خلقه. مين يا توكي؟ جه بعد ما اتقبض عليك وكان عايز يخلص عليا. لولا بندق الله يرحمه وقف له فداني بروحه. ست وقت البندق قدام عينيك يا توبجي. ما تحصرنيش على نفسي يا ميشو. ما قلتليش ليه من ليله امبارح؟ كنت جاي تعبان انت يا ميشو، خفت عليك لو عرفت حاجه زي كده تخرج وتتهور، وبعدين ممكن ساعتها البوليس يكون قطرك. الكب فين؟ البوليس قلب عليه الدنيا ومحدش يعرف له طريق. دفنت بندق بيديك يا توجي؟ دفنته في مدافن الصدى. اخر حاجه قالها هو اسمك يا ميشو. هتيجي معايا نقرا له الفاتحه. مش قبل ما ارجع له حقه. ايوه حاضر 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 يا عم المستعجل. ما تصبر يا ابن حاوي. ترك حبيبي اخويا اتفضل بيتك ومطرحك. ايه ده، انا لما مؤاخذه جيت في وقت غلط انا؟ ها لا دي حاجه صغيره كده، وبعدين انت عمرك ما تيجي غلط، انت طول عمرك بتيجي صح يا ميشو. انا همشي بقى يا تركي، لحسن فعلا ما بقتش شايفه قدامي. ازيك يا متيحه؟ ميشو ازيك يا ولا حلاوته. انت تعرف تيحه اكاديمي؟ لا يبقى انت كده عديت. بس انت يا بنت مية مية، يعني ما بتفوتيش دقيقه. ادعي لي يا ميشو الاقي اللي اتجوزه وارتاح من هده الحلج بقى يا اخويا. يلا يا اختي يلا. سلام يا حبيبي. سلام يا اللي هدى حيلي. يلا سلام. تبي سلميني على امك يا تيحه؟ مجتهده قوي وفاهمه شغلها بس حظها قليل. اللي عندهم ضمير بقى قليلين يا تركي. على رايك. اقعد يا اخويا بيتك ومطرحك. شقتك دي؟ شقتي يا ريت. دي شقه مفروشه كده واخدها عشان المزاج العالي، ما انت عارف يا ميشو. خرجت امتى؟ من ساعتين يا اخويا بكفاله. الهي يقطم وسطهم زي ما قطم وسطي. تركي انا قصدك في خدمه. رقبت يا اخويا. الكب بتاع الحكر اللي كان شغال مع رشدي الطوخي؟ انا عايزه. لا افهم الاول. ليه يا ترى عنده؟ قال لي بصل معاك. حرمني من صاحب كلت عيش وملح معاه. البوليس دلوقتي قلب الدنيا عليه، انا بقى عايز اوصل له
قبل ما البوليس يوصل له. معاك عربية؟ ايوه يا مامي حبيبتي. خلاص انا راجع في الطريق اهو، خلصت عيد ميلاد جيجي وجاي. لا ما اتبسطتش قوي يعني، انا قلت اجي اكمل السهره معاكي يا حبيبتي. ايه ده في ايه؟ ايوه يا مامي انا مش فاهمه حاجه، في ناس فجاه هجموا عليا كده. مامي الحقيني يا مامي، مش عارفه حاجه، الحقيني يا مامي، مامي الحقيني يا مامي، انا مش فاهمه حاجه. مامي في ايه بس؟ بيقول لي لحم بر، شوف الدنيا بقت ازاي يا حمدي، عنتر اللي انا عملته بيقول لي لحم بر. بس انا متاكد يا سعاده الباشا ان هو هيوافق على كل طلبات سعادتك. صفوت 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 بنتي يا صفوت، بنتي صفوت صفوت. في ايه يا اسماء؟ بنتي اتخطبت يا صفوت. ايه؟ مين اللي خطب؟ بتسالني؟ بقولك البنت اتخطفت. اهدي يا اسماء وفهميني. كانت بتكلمني في الموبايل وكانت في عربيتها وكانت بتقولي يا امو انا جايه، انا جايه على البيت. وفجأة بتصرخ بتقول انتوا مين؟ عايزين مني ايه؟ والخط اتقطع، كلمتها كذا مره ما ردتش عليا. طيب اهدي وانا هتصرف. صفوت بنتي لو جرى لها حاجه عمري ما هسامحك. سيبينا يا اسماء سيبينا. حمدي أمر سعادتك يا باشا. أنا شامم ريحة عنتر الوسخة. اتصل بروشدي وخليه يفهم الحكاية. لو طلع عنتر ورا الموضوع ده محدش يتصرف أي حاجة قبل ما يكلمني. مش عايز البوليس يتدخل ولا الصحافة تعرف. أوكي يا حمدي؟ أمر سعادتك يا باشا. مع السلامة. فهمني يا تركي، مصلحة ايه دي؟ انزل بس وانت تفهم بعدين. انزل اروح فين يا تركي؟ ما تلغيلي انت وتلخصلي. شايف الباشا اللي هناك ده؟ اه ده بقى اللي هيقريك ويلخصلك ويدلعك ويزبطلك كل حاجة. بس انت انزل ونشوف اخرتها معاك. بيتها فل ان شاء الله يا كب. بلغني انك عايز الكبو يا باشا، الكبو تحت امرك بس قريني. الحاوي قتلت بندق ليه؟ انا ما قصدتش اقتله يا حاوي، انا كنت طول عمرك غدار يا كبو. ابوس ايديك يا حاوي، حقك عليا وحق بندق عندي، واللي هتقول عليه هعمله. يبقى تروح له تقول له حقك عليا. اروح له؟ اروح له فين يا حاوي؟ هناك مطرح ما وديته. ابو سيدك يا حاوي ما تموتنيش، مش عايز اموت. اقعدي بقى انت فتحي، وحطي لي ورقتين من النعناع الاخضر ده في الشاي، وهاتي لي السمسميه عشان نسلطن زي زمان. فاكره يا بنت فتحي؟ الا فاكره، وهي دي ايام تتنسي؟ طب ده كانوا كل اهل المنطقه يستنوا يوم الخميس دون عشان خاطر يجوا عندنا ويفضلوا يلغوا 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 ويشربوا في شاي.
وقعدوا يسمعوا الغنى عشان ينسوا هم الاسبوع كله. بس هنقول ايه بقى؟ ربنا ينتقم منه اللي كان السبب وخلينا نسيب بلدنا واهلنا وناسنا. ربنا موجود يا بنتي. اللي قولي يا توح. نعم يا روح توح. ينفع كده واحده قليله البخت زيي تقابل واحد قليل البخت زيها يوم البخت يتعدل لهم ويتجوزوا ويجيبوا عيال مش قليلات البخت زيهم؟ انت بتضحك يا توحه. طبعا بضحك يا بنت توح عشان انت بختك زي الفل. هيك من الدنيا زرجنت معاكي شويه وديتك اللي اسمه زكي ده يبقى خلاص. اه بتفكرني ليه؟ الله يرحمك يا امه، ربنا يريحك. وما شفتيش الاشكال النتنه دي؟ عارف يا بابا انا كل ما افتكر اني اتجوزت زفت البرك اللي اسمه زكي ده اقول كده خلاص خلصت على الاخر وانا مش هشوف دنيا تاني. اقعد اقول لنفسي اهو اقفلها عليك يا دنيا بقفل مصدي، يكش يا رب يتقفل عليه باب ويكون من غير اكره ويتزنق كده هوك، يفضل يفلفص كده هوك ما يعرفش يخرج. كنت يا عبيطه، ده ربنا محوش لك الخير والسعد كله وبكره تشوفي وتقولي توحه قال. اه يا توحه، تفتكر هيجي يوم البس فيه الفستان الابيض والطرحه ويبقى عريسي كده جنبي مسلم مزمز وتفاحيه وحلاوه طحنيه تتلهت كده بالقشطه؟ وانا بقى ايه؟ هانجزك كده وامشي معاكي ومش هسيبك غير في ايد عريسك. اه يا توحه، ويكون عريسي بقى ده قمر بدر منور في البدله ويقول لي مدام تسمحي لي بالرقصه دي؟ ربنا يسعد وقتك يا بنتي في حق جهنك يا رب.
فرح يا فاطين يا غالي، جات لك عروسة قطري من بيت أصيل عالي، زغروطة وسمعتها يا حبايب انشرح ليها بال. أنا قلت عبالكم زي فاطين وقطري وعقبالي. اتنيلي بقى على ميلتك يا قطر. بقولك ايه، ما توترنيش اكتر ما انا متوتر. مجوش ليه لغايه دلوقتي؟ هما مين اللي مجوش يا فاطمة؟ اسكتي يا قطر بقى، ابوس ايدك اسكتي. طب بوس، حاسسني كده ان احنا كتبنا كتب الكتاب واتجوزنا بقى. اهو اسكتي بقى. طب مش هتلبسني الشبكة؟ شبكة ايه يا امو؟ شبكة شبكة ايه؟ ما خلاص فلوس الشبكة سلقت وملت خدوها. اسكتي بقى يا قطر اسكتي. عروستك. ايه دي يا حماتي؟ ايه يا سيد العرسان، الذهب بتاعي لبسه لعروستك علشان ما نتفضحش. انا لا اقبل. تقبل ما تقبلش هتلبسها الشبكه، ولا اخد البت وامشي. طب والدخله يا حماتي والفرح؟ ايه ادخل يا اخويا على نفسك ولا على روحك؟ خلاص يا فاطين ابني اسمع الكلام عشان الليله تعدي. ماشي يا عم عزوز، عشان خاطرك انت بس. هات يا اختي صباعك. واحد اثنين، القوة تجهز وتستنى مني اشارة الهجوم. ما ترد يا فاطين، انت بتعمل ايه دلوقتي يعني؟ يما تعالي. ايوه يا ابني في ايه؟ فين الشهر هتعمله ده يما؟ شكلها هتفضحنا كده يا ابني. يا مزيكاتي سمعني احلى سلام لعروسة النيلة. مع انها ما سمعتش الكلام وبوظت شكل العيلة. بتقولي ايه يا ام طويلة؟ ليلتك مش معدية. وصلت العربية تشيري؟ وتأكدت انه عنتر؟ يعني زي ما توقعت. ما تعملش اي حاجة غير لما اقولك. مع السلامة. ألو يا صفوت باشا،
التليفون نور والله، سنين ما اتصلتش. طلباتك يا عنتر. الشحنة تخرج من المينا صفوت، وبعد كده اقول لك اللي انا عاوزه. ماشي يا عنتر، بس شيري بنتي تبقى عندي هنا وحالا. طول عمرك شاطر يا صفوت. عنتر، بنتي خارج اللعب. بنتك في الحفظ والصون، بتتخدم خدمة خمس نجوم، محدش يقدر يمسها طول ما انت عاقل وهادي وبتسمع الكلام. من الاخر، عايز ايه يا عنتر؟ هتعرف لما تجيلي بكره الريستوران بتاعي، هقول لك على كل حاجه انا عاوزها. انا عارف انت مش هتنام من دلوقتي لحد بكره عشان شيري، بس صدقني انا بعمل كده عشان ما تتهورش وتعمل حاجه ترجع تندم عليها. مستنيك يا صفوت باشا. سلام. يا مانا عروستنا دي محبه وشجرة، تجيله لما نروح بيتنا الحب لحيده يا فضيل. انت يا مانا عروستنا دي محبه وشجرة، تجيله لما نروح بيتنا الحب. سامعوس سامعوس، سلام كبير قوي للرئيس درغام اللي وصل من دلوقتي ورجالته. انت والرجال اللي شرفتونا دلوقتي، انا كنت هزعل قوي لو ما جيتوش. سلام كبير قوي. يعني الرئيس درغام كبير البلطجيه والحراميه اللي على حق، الحراميه اللي بيسرقونا نهارا نهارا، اللي شرفونا دلوقتي حالا اهو هيشرفونا. سلام كبير. شرفونا شرفونا. السلام ده ما ينفعنيش، عايز سلام كبير قوي ده اصدر غام ورجالته. والله يا عبد انت واديني اشاره الهجوم اول ما الجو يبقى تمام عندك. يلا القوه كلها تجهز حوالين الصوان وتستنى مني اشاره الهجوم. منور يا ريس درغام، والله منورين يا رجاله. يما يما. ايوه يا فاطين يا ابني، هتبقى شربات ها وتدريلك في حته. الدره ليه يا ابني؟ في ايه؟ افهمك بعدين يما، هات الشربات بقى. حاضر حاضر يا ابني. حتى شربات العرايس ما تقهوش. في ايه يما؟ يظهر العيال سهوني وشربوا الشربات. العيال سهوني وشربوا الشربات. يما اتصرفي اتصرفي في اي حاجه، في جاز في بلا ازرق، المهم دلوقتي لازم اشرب قطر بسرعه. حاضر حاضر يا ابني. وادي يا بسكليته تعالى. اموريني يا ست غاليه. يا غاليه اتصرف لي في كوبايتين شربات بسرعه. يوه ما قلتيش ليه من بدري يا ام فاطين؟ اخر جردل دلقته في بق المعلم درغام. يا دي النيله، امال ايه اللي في ايدك ده؟ دي قهوه مظبوط للمعلم درغام عشان يحبس. ينيله المعلم درغام ده. روح فاطين. نعم يما. القهوه دي تنفع؟ تنفع يما اي حاجه، المهم دلوقتي لازم اشرب قطر قبل ما يمشوا. هاتي ده ايه الغلب ده يا ربي؟ اشربي يا قطر يا حبيبتي. ايه ده يا فاطين، هتشربني قهوه؟ اللي موجود يا قطر بقى، ها ما تتنحيش. اشربي اشربي. انا بشربها اهو، بشربها اهو يا ناس، بشربها يا ناس. سالي نفسك يا درغام، انت ورجالتك محدش حرك مكانه. الله اكبر.
عزوز. انا مين؟ انا فاطين. بقول لك يا عم عزوز، هو ايه اللي حصل؟ والله ما انا عارف يا فاطين يا ابني. كل اللي انا فاكره ان انت كنت تقول الله اكبر، وبعد كده انا ما ادريتش بحاجه. وانا يا عم عزوز اخر حاجه شفتها اخيرا لما جعله خير كده كرسي طاير حاير في الهواء، وبعدها ما ادريتش بحاجه. واحنا فين والكراسي دي كلها يا عم عزوز؟ ومش النهارده كان فرحك باين؟ ايه ده فرح؟ انا على مين؟ نعم اخويا، على مين؟ على قطر بنتي. صح، قطر ادم البقلاوه. فرح امال فين امي؟ امي فين؟ وفين المعازيم؟ مش كان في معازيم هنا عم عزوز؟ بسم الله ما شاء الله، كان الفرح معازيمه كتير قوي. بس يا شهر واحد فين؟ ايه ده؟ شهر اختفت. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك يا عم عزوز. الله يبارك فيك. بقول لك يا عم عزوز، لو ما فيهاش يعني سايت ادب مني، ما شفتش رجلي؟ رجلك؟ لا الصراحه ما شفتهاش، بس تقريبا حاسس بيها. طب انت متاكد؟ اصل انا مش حاسس بيها خالص. لا هو انا مش متاكد انها رجلك. لا لا لا، بس هي رجلي هي رجلي. طبعا معزوز، الاقيش بق ماي معاك لحسن ريه ناشف. لا والله بق ماي لا، لان انا نسيت الزمزميه في الشغل. الفيلا كده يا برنس شكلها مرشقه ناس، واخدها لحسابه، بيعمل فيها برتيتي قمار كل اسبوع. قمار؟ استغفر الله العظيم. يعني احنا هنطلع نلعب معاه ولا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستنى بقى يا ترك لغايه لما البرتيتي تخلص ويبقى لوحده. طب يا برنس، ما الليله دي ممكن تخلص على بكره الصبح. ما تخلص، احنا ورانا حاجه. على رايك، ادينا قاعدين. ايه يا ميشو، انت نمت ولا ايه؟ هتغب امتى؟ الليله خلصت بقالها بتاع ساعه، الراجل زمانه حمض. اتقل على الصيده يا ترك واتك على الصبر، لما يطفي النور يبقى نام. عارف يا ميشو، كل ما بقرب منك اكتر بخاف منك قوي. ساعات بحس انك طيب كده وغلبان، عامل زي حالتي كده متكحرت، والدنيا علمت فيك اكتر ما علمت عليك. وساعات تانية بخاف منك قوي، بحس ان جواك نار لو خرجت هتاكل في سكتها الصغير قبل الكبير. طب اجهز بقى وخليك مصحصح، ها؟ وزي ما فهمتك باين عليه نام. الله. طب والغفير؟ سبع نومه من ساعه. طير يا حمام. بيشو خد بالك من نفسك. على الله، ربنا يستر. بتاع اللي على وشك ده، انت مين يالا ومين اللي بعدك؟ ما تنطق روح امك بدل ما اخلص عليك. مش
حد بعتني يا باشا. انا جاي اسف. والمفروض ان انا صدقك. انا اقول لك مين اللي بعت. زياد الخولي هو اللي بعت، مش كده؟ معرفش حضرتك بتتكلم عن ايه. كده. فطنت يا ابن الكلب، انت هتحور. الطلقه اللي جت دي هتعمل لك جرح صدر، الطلقه اللي جايه هتخلص عليك. انت يا روح امك. زياد باشا هو اللي بعتني عشان تخلص عليا، مش كده؟ رمه وابن كلب، وكنت عارف انه هيعمل كده. كنت عامل حسابي ومستنيه هو، ما اعرفش انه هيبعت كلب زيك. اسمك ايه يالا؟ فطنت يا روح امك. وحياة أمك لا يتمحي من كتر التعذيب اللي هتشوفه عليك. أنت معاك حد بره يالا؟ أنا ربيع الغفيري عند البيت. خش شوف لنا الوقف الدم ده ازاي عملنا الاخر الاوضه. خلاص دخلت، دخلونا اجيب الشنطه من جوه. دنيا ايوه مش عايز اعمل فتح يا عرفت. حاضر. الف حمد وشكر لله، الجرح سطحي ومش غويط. الف سلام عليك يا ميشو. الله يسلمك يا دنيا، تسلم ايديك. بقول لك يا كبير، انا هاخد عربيتك اخليها معايا عشان اغسلها بالدم اللي فيها وبرجعها لك تاني. اما انت تلحي صحيح، يعني تورطه وتجيبه سايح في دمه وكمان عايز تنزل وتسيبه؟ بقى هي دي الرجوله بالنخوه. دنيا مش عايز كلام كتير. ماشي يا ترك. بقول لك ما تنساش تبلغ زي الباشا. ابلغه. والف سلام عليك اخويا. طير يا حمام. ما تنساش تشوف بقى حد بيفهم، بيفهم يشوفك الجرح ده. امشي ياض من هنا، امشي هتلحي. سلامتك يا ميشو، ألف سلام عليك. ميشو أنا قلبي مش مطمن، لازم تحكي لي دلوقتي حالا إيه اللي حصل بالظبط. اطمن يا دنيا، أنا عايزك دلوقتي بس تروح لعم فتحي لحسن يصحى ما يلاقيكيش ويقلق عليك، وأنا مش عايز يعرف حاجة. ماشي يا ميشو، بس أنا برضو قلبي مش مطمن، ويكون في علمك من النجمة هتلاقيني عندك هنا أهو فوق نافوخك عشان خاطر تحكي لي إيه اللي حصل بالظبط. أنا قلت لك أهو. ها حسبي الله ونعم الوكيل. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ميشو حاوي. مصحيني من صباحيه ربنا وداير بتلف بيا على كعوب رجليا، رجليا فقفقت، وتقول لي هقعدك في مكان ساحر تحت الكوبري. ايه السحر اللي تحت الكوبري؟ عايز افهم انا. ما المكان ده بتاع اخوك والكلام فيه امان. مبروك يا سيدي عليك المكان. مهم، انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع يا صاحبي. بحبك. انا بحبك يا ميشو. ايوه ايه الموضوع بقى؟ انت سامع كتير ولا ايه؟ بقول لك بحب. ايه ما حبيتش قبل كده؟ ايوه بتحب ازاي يعني؟ قصدك سعاد ومديحه؟ بقول لك بحب. سعاد ومديحه دول قله ادب وسفاله. حب ايه يا ترك اللي انت جاي تقول عليه؟ هتغني لي ام كلثوم يا ميشو؟ بقول لك حب. حب زي بتاع امير خان، كارينا كابور، حب حقيقي كده من بتاع محمد فؤاد. انجز يا ترك. عارف يا ميشو؟ اول عيني ما جت في عليها حسيت قد ايه ان نفسي ابقى نظيف، بقيت استنى الميعاد بتاعها بالساعه والدقيقه عشان اروح واشوفها، لكن الفرحه ما تمت. اول ما اروح البيت وابقى لوحدي بستحقر نفسي قوي. ليه يا ترك؟ ليه يا ميشو؟ البيت مش زينا، دي بنت ناس ومتربيه على الغالي. عارف كل ما ببص في عينيها بقول ياه لو كنت محترم كده زيها كانت حاجات كتير قوي اتغيرت. الفلوس هتخليك محترم يا صاحبي. افتكر يا ميشو الفرق اللي بيني وبينها كبير قوي، فرق زي اللي بين السماء والارض. تعرف ساعات كتير قوي بتجيلي حاله كده
ان اروح واقول لها وفضفض واطلع كل اللي جوايا، لكن لساني بيتلجم ان ممكن ما اشوفهاش تاني لو عرفت حقيقتي. الفلوس لما تملى جيبك العين مش هتشوفها. طمن يا تورته مش هتسألك. تخيلك يا عبد الحاوي، يا مشو اللي بيحب من قلبه بجد عمره ما يعرف يكذب. اللي اقول لي صحيح، انت بتحب كده وقلبك استوى وحس باللي انا بقوله لك ده؟ انا ما بقتش عارف يا تورته، انا جوه هنا عندي قلب ولا مات؟ اصل انا عمري ما حسيت بالكلام اللي انت بتقول عليه ده. كل اللي حسيت بيه مش راضي يروح عن خيالي، خوفي وانا راكب القطر وهو ماشي بيا، لا عارف هيوديني على فين ولا عارف الدنيا بتعمل فيا كده ليه. تعرف يا ترك، انا ساعات بشوف امي وبحلم بيها وانا صاحي، من كتر ما دهت عليها ما ردتش عليا. صوتها دايما في وداني لما بحس انها وحشاني قوي، نفسي انام في حضنها بغمض عينيا بشوفها وهي بتطبطب عليا، بس لما بفتح عيني ما بلاقيهاش. ده بقى تسميها تورك. الله الله يلعن ابو القطر اللي حدفك علينا يا ابن الحاوي. يا اخي انا عايز اولع في القطرات كلها. لا هي مش مستنياك، بتولع لوحدها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول الله يا ربي، لا اله الا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وانت طيبه يا طمطم. انت طيب يا حبيبي. فين منصور؟ ما اصل هو مسافر يعني، وهو اللي موصيني جدا جدا ان اجيلك. ما تعيطيش بقى ست فاطمه، انا احسن اعيط انا كمان. ربنا يرجعه بالسلامه يا ابني. قول ربنا يخلصه من كوثر. كل سنه وانت طيبه يا طمطم يا طماطم يا قمر. انا عايزك بقى تقومي دلوقتي وتفرفشي لحسن انا عامل لك النهارده احلى عيد ميلاد في الدنيا ما حصلش. ايوه هي دي قطه يا باشا، خش جوه هتقول ايه مخبوط. هاتوه هنا وانا هخلص عليه. ابن الكلب ده انا هوريهولك متعلق بعد ما اجيبهولك واسحلهولك هنا يا دنيا. اوعى كده اوعى. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه من الاكل؟ حرام عليكم. حرام عليكم، حرام عليكم، اوعى كده. بتمد ايدك على واحدة ست. هو فين يا بنت؟ ومين ده؟ استعبطي يا روح امك. حرام عليك. معلش يا باشا سيبها لي انا وانا اخلص معاها، عشان ما بحبش حد يخلص مع حريمها. حريم مين يا واطي يا ابن الواطي؟ يلا هات لب البطاريه دول وامشي من هنا. هطلب لك البوليس دلوقتي. البوليس ده تطلبه الرد السجون اللي انت سايب له بنتك يا راجل يا كرونج. هات هتقولي هو فين ولا سيبهم يخلصوا معاكي؟ كده يا دنيا يبقى انت اللي طلبت. بس يا سيبها أول مرة في حياتي أكل لحمة بالجمال ده. ده لحم نعام مفيهوش دهون خالص، نسبة الكوليسترول فيه معدومة، يعني هيلثي فود يا باشا. زياد باشا جرب دي. اللحم ده اسمه فان بوفان، لحم بقر فرنسي. البقر اللي بياخدوا مني اللحمه دي
بيرعى بأفخر المزارع الفرنسية. على فكرة كل بقرة من دول تشرب كل يوم 2 لتر من النبيت الفرنسي الفاخر اللي عندك، عشان كده اللحم ده غالي كده. يا باشا مفيش حاجة تغلى عليك، ده أنت أبو الكرم كله. على فكرة يا زياد باشا، أنا معجب بذكائك ومعجب بطريقتك في اللعب، عشان كده هكشف لك ورقي كله، في شوية حاجات عايز أعرفها. وأنا تحت أمرك يا باشا. ما تقلقش، كل حاجة هتقولها هتاخد تمنها. أنا عارف يا باشا، خيرك سابق. أنت كنت بتلعب مع عنتر الباشا عليا، صح؟ لا يا باشا، أنا لعبت مع عنتر الباشا لكن لعبت عليك ما حصلش. أنا لعبت معاه وخدت نسبتي. مع إنك بتاخد مني كل شهر 100,000 جنيه. بس ده يا باشا يسموه أوفر تايم، تحسين دخل يعني. أنت اللي دخلت له البضاعة وأنت اللي صرفتها له. النص الأولاني صح يا باشا، أنا اللي دخلت له البضاعة وخدت مصلحتي، إنما النص التاني غلط، هو اللي صرف البضاعة بنفسه. دخل بضاعة ب50 مليون، صرفها ب100 مليون، فتح أكبر محل مجوهرات في مصر، في بضاعة يجي ب30 مليون. أرقام. هو الراجل ده ناوي على إيه؟ ناوي يا باشا يبقى زي سعادتك، واحد من أكبر رجال الأعمال في مصر. عشان كده عايز يقابل سيادة الوزير الميلادي. الله، بسعادتك عارف كل حاجة. عايز يقابل إيه؟ في معلومة صغيرة ناقصة عند سعادتك. لما طقم سوليتير ب500,000 جنيه يروح لحرم معالي الوزير، يبقى الوزير هو اللي هيطلب يقابله. هو عمل كده ليه؟ عايز يدخل الحزب العلوي. سعادتك ما تعرفش ان عنتر الباشا اتبرع ب2,000,000 جنيه للاعمال الخيريه في الحزب. ياه، ده بيلعب على تقيل قوي. طب خد سعادتك بقى اللي قتل. عنتر الباشا عنده ميعاد الاسبوع ده مع سمو الامير قبل ميعاد سعادتك معاه، وواضح انه عمل الواجب برضه معاه. واضح برضه انه عايز يضرب فيه. واضح يا باشا، واضح كمان ان في غصه في قلبه من ناحيه حضرتك ومن زمان كمان. شايف الدنيا بقت ازاي؟ الفلوس اللي عملها الراجل ده كانت بسبب التسهيلات اللي عملتها لي، لكن هو نسي الناس بقت وحشه. مشكله هنقول ايه يا باشا؟ نفوس نفوس. صحيح، اتقي شر من احسنت اليه. صح، اتقي شر من احسنت اليه. وانت ايه رايك؟ والله يا باشا انا رايي ان انتوا الاثنين لو ضربتوا في بعض انتوا الاثنين هتخسروا، والمصلحه كده هتبوظ، وسعادتك عارف ان المصلحه هي اللي بتحكم. فانا رايي ان الموضوع محتاج شويه عقل. صح، الموضوع محتاج شويه عقل. دنيا ايه ده؟ في ايه يا دنيا؟ احنا حاولنا نمنعهم يا ميشو لكن ما قدرناش. هما مين دول؟ احنا يا ابني اللي بنسالك هما مين دول؟ احنا في الاول افتكرناهم تبع زكي طليق دنيا، عشان كان جاي يدلهم على طريقك. زكي؟ بس بعد كده بقى عرفنا ان هما قاصدينك انت، بيدوروا عليك انت يا ميشو. انت عملت ايه يا ابني عشان يعملوا في بنتي كده؟ عم فتحي يعني انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ استأمنتك على بيتي وعلى عرضي وعملتك زي ابني، هو ده اخرتها؟ ده اللي ينوبنا من تحت راسك؟ يا عم فتحي انا معرفش مين اللي عمل كده، بس هعرفه، وحق دنيا في رقبتي وهجيبهولها. لا احنا يا ابني عايزين حق ولا باطل، لحد كده وكفايه.
من هنا ورايح. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، مفيش اختلاط. عم فتح انا عايز اقول لك. ما تقولش يا ابني. يا بابا دخليني على اوضتي. ايه ابره في ايه؟ عم توبجي 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 اوعى تموت يا توبجي. رشدي التوخي مش هيسيبك يا ميشو، اللي زي دول كلاب وخونه وملهمش امان. توبجي اوعى تموت يا توبجي. متخافش يا ميشو، أنا اللي طلبتها من ربنا، قلت له أنا عايز أجيلك، أوه قال لي تعالى، القطر وصل أميشو، لازم أنزل في المحطة بتاعتي. لا، لا، مش هتموت هتوك، مش هتموت وتسيبني هتوك. أنا مت يوم ما أنت سبتني يا أميشو. مش هسيبك تاني هتوك. توك أنا خلاص. هيبقى معايا فلوس كتير قوي وهاخدك يا توبجي تعيش معايا وهترتاح. وانا وانا معاه برضه ارتاح يا ميشو. مش هو الرحمن الرحيم الحي قيوم ميشو؟ نعم توبجي. أنا مش خايف من الموت، أنا خايف من ربنا. توبجي أنا ارتكبت معاصي كتير ميشو، افتكر افتكر ربنا عايز يسامحني. توبجي توبجي مش هتموت يا توبجي وتسيبني، أنا ماليش غيرك يا توبجي. ميشو إلهي قد الإزازة، خد طب عايز أمر ربنا وأنا دي. توبجي برضو سبتيني ومشيت. توبجي اصحى توبجي توبجي. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق الله العظيم. شد حيلك شد حيلك حبيبي. خد يا عم الشيخ، عايزك تيجي تقرا له قرآن كل أسبوع وتجيب قرص وتفرقها على العيال كلها. مع السلامة. الله يترك.
تخلص على طوكيو. والمصحف الشريف قال ده رشدي باشا بطوخي ورجالته، وانا بس كنت موصله. وانت كنت شغال موصله يا عمر. سامحني يا بيشو. اللي سامح ربنا بس. وانت انا وصلت الرجاله رشدي بطوخي ازاي؟ كانوا بيسالوا عليك عند الناس بتاعت سمكه، وانا كنت قاعد هناك. وانا مش قايل لك وانت ناحي الدنيا هخلص عليك. انا ما كنتش اعرف ان هم هيعملوا معاك كده. وانت بقى مستنيني هنا اظهر عشان تبلغهم صح؟ صح. اتصل بيهم يا لا انا مش هتصل بيهم، ودول ال 200 جنيه اديهم خدهم. 200 جنيه وسخ، انا هخلص عليك واولع فيك يا وسخ. اتصل بيهم يا حاضر. اقول لهم ايه؟ قول لهم يجوا هنا، مشوا لحقوا موجود. ألف مبروك يا قطر يا بنتي، وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا بابا. شبهي الخالق الناطق قمر، مش كده يا عزوز؟ ألف مبروك يا فاطين يا ابني. الله يبارك فيك يا كداب. القمر العسل ده بقى فاطين وهو صغير. اللهم صل على النبي. ايه ده يا اما، وانا كنت امور كده وانا صغير؟ امال ايه كنت؟ اللهم صل على النبي يا قمر. امال ايه اللي حصل؟ انا خدت عين ولا خدت على خاطر ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ ما حصلش حاجه يا اخويا، ما انت زي القمر اهو. انا بقول البنوته نسميها شهر، ايه رايك يا قطر؟ احنا خلاص يا حماتي الحمد لله اتفقنا على الاسماء، ومن بكره هروح اطلع لهم شهادات الميلاد. مش كده يا قطر؟ كده يا حبيبي. وان شاء الله هتسمي ايه بقى فاطين يا ابني؟ الولد سنهوري والبنت براءة ان شاء الله. سنهوري وبراءة تاني؟ يا لهوي يا لهوي. الله يبارك فيك يا حماتي. انت خليت فيها حماتي؟ امسكي يا بنت. طالما بقى قلت امسكي يا بنت وقمت وهتشمري لي، يبقى هتتخانقي وليلتك طويله يا شقه. ايوه يا اخويا هتخانق، لا في سنوري ولا براءة. ايه رأيك يا فاطين؟ بقول لك ايه يا شهر، انا مخنوق وتعبان ومليش نفس اتخانق. ما تتصرف عم عزوز. قدامي على البيت يا شهر. عزوز بلا عزوز بلا زفت، يلا قدامي بدل ما اجيب السكينة. لا يا اخويا همشي. يلا الف مبروك يا اولاد. الله يبارك فيك يا رب عم عزوز، وشكر جدا. شفتني وانا بشخط فيها؟ عجبتني جدا، ناس ما بتجيش غير بالسك. ايوه. طيب انا هدخل بقى يا جماعه علشان اريح شويه، لان مش قادر اقف على رجلي. روح انت يا دنيا وسيب قطر معايا الليله دي برضو نفسه، وكمان عشان املي عيني بالعيال. ولو الواد سنهوري او البنت براءه عملوا اي شقاوه ابقوا ندعوا عليا على طول. ودي القلب. بك قوي اللعبة دي. تعالي هنا، انت ايه اللي خرجك من الاوضه؟ ما تخافش عليها يا ميشو، من ساعه ما خرجت وهي قاعده معايا يا ابني. لا مؤاخذه عم فتحي، دي امانه عندي لحد ما جدها توفيق يخرج من المستشفى. ولا يهمك يا ابني. انت ايه اللي خرجك من الاوضه؟ احنا مش قلنا نسمع الكلام؟ ما انت كنت نايم، عايز نعمل لك ايه يعني في اوضتك اللي مش مترتبه دي؟ كنت تنامي. وانام ازاي وانت مبرطح على السرير؟ انا مش بعرف انام غير في سريري لوحدي. طب يلا بقى خش نام، ولا مش عايزه تروح المدرسه؟ لا هروح، بس لسه ما جاليش نوم. ماشي انا هنزل عشان عندي شغل. طب ما تنزل، حد حيشك؟ انا حيشك، دودو حيشك، جدو فتحي حيشك. خلاص يا ميشو انزل انت روح شغلك وما تقلقش عليها، وانا هوضب لها سريرك وحنينها. ماشي
عم توفيق اعمل ايه؟ ان شاء الله هيبقى كويس. انا دفعت له دفعه تحت الحساب في المستشفى. عارف، ولو احتجت لحاجه زياده هقول لك. يلا بقى روح انت شغلك وما تقلقش. تعبينك معانا يا دنيا. عد الجمايل بقى. ماشي. يلا بينا بقى عشان نقول لجد فتحي على المفاجأة. مبروك يا حاج توحة. تبقى لقيتي شركة سياحة تطلعني الحج. ومش كده وبس، بالتقسيط المريح زي ما انت كنت عايز بالظبط. ربنا يبارك لها يا رب الست أسمع عشان ساعدتني. ألف حمد وشكر ليك يا رب. مبروك يا حاج توحة. في عملية كده في السريع عايز أتخلصها يا بكرة يا بحر. واحد عرفني ومزعلني جامد. لا ما يصحش، يتقدم يا باشا. نور الطريق لأولادي يا رب، وافتح في وشهم الأبواب ونور لهم طريقهم يا رب. يا رب أنا ماليش غيرك يا رب. رجع لي ابني يا رب، رجعه لي يا رب. ايه ده؟ ده عيل الجراندي ولا ايه ده؟ ده زنوري وبراء. نبتديها بقى. ماشي يا عطش ياد يا ابن الكلب. امال فين ام تعبانه يا ابني؟ مش نفسه. خش انت نام وانا هاخد بالي من سنوري. ياخدي كده كده يا واد كده. سنوري صحيت ابوك؟ لا يا ام، انا الحمد لله ان انا صحيت، عشان يعني كنت عايز يعني ادخل الحمام بقى. يلا. Thank you.
عملتها لكم بايدي، كل واحد فيكم عروسه ومكتوب عليها اسمه. ادي عروستك يا شوقي حبيبي. وادي عروستك يا مطير. يلا تصبحوا على خير يا حبايبي. انتوا اهل خير يا ماما. هترجع أقولي تعال تعال في حضن أمك يا بنا. تعال يا عيني تعال في حضني. وحشتني قوي وحشتني قوي يا بنا. برر الصور اللي جوا في قلبي من بعيدك عني يا بنا. عامل ايه يا ضنايا؟ انت كويس؟ بتاكل ازاي؟ بتشرب ازاي؟ أنا عارفة إنك اتعذبت كتير يا ضنايا. كنت بحس فيك وبسمع صوتك وإنت بتنادي عليا بتقولي إنتي فين يا أمي؟ حبيبي يا ابني. حبيبي يا ابني. النهاردة بس أبوك ارتاح في تربته. بس الحمد لله ربنا رجعك لينا بالسلامه ومش هيفارقنا ابدا. مش هعصبنا تاني يا شوقي مش كده؟ كفايه بقى. في ايه يا شوقي يا ابني؟ انا مش شوقي، انا مشو الحاوي. مالك يا ابني في ايه؟ انا مش ابنك، انا ابن شوارع. والله يا ابني ما كان بايدي، كله مقدر ومكتوب. والمقدر والمكتوب ده هو اللي جابني هنا. انتوا عارفين انا جاي هنا ليه؟ انسى يا اخويا اللي فات. اللي فات عمره ما يتنسي طول ما انا عايش. بس احنا محتاجين لك يا ابني. انا لما كنت محتاج لكم لقيتكوش. هي كلمه واحده انا جاي احذرك، ابعد عن صفوه نصار. ابني يعني ايه؟ اخوك ضاع مننا تاني؟ ده انا ما صدقت شفته بعيني وخدته في حضني. ولا يكونش ده كان حلم يا ابني؟ لا يا ماما مش حلم، هو اخويا رجع فعلا تاني، بس في حاجة هي اللي خليته يمشي. يعني ايه؟ مش هنشوفه تاني يا فاطين؟ لا يا ماما هنشوفه. هنشوفه ازاي بس؟ هو ساب لك عنوانه ولا حتى نمر تليفونه؟ هو انا لحقت يا ماما. امال هنوصله ازاي بس يا ابني؟ والله مش عارف، بس اكيد ان شاء الله هلاقي طريقة.